That's a mini. It's a lift. لا لا بس اللفت لنا لانه ناخذنا لمناقشة يعني. يعني انا هتكلم بخصوصي. انا كنت صحفي و حضرت الثورة من بدايتها. و بعد الثورة يعني هتكلم عن الحاجات اللي انا شفتها. انا شفت طبعا انتهاكات اثناء الحكم العسكري المجلس العسكري. وكان تقريبا في كل شهر في مظاهرة وفي ناس بتموت يعني. وطبعا نظام الإخوان بقيادة مرسي، وأعتقد إن يعني زي ما قال الأخ هو عمل انقلاب دستوري وانقلاب على الديمقراطية بالإعلان الدستوري في نوفمبر. وكان ده هو بداية النهاية لحكم الإخوان. بس اللي أنا مختلف على النظام الحالي إن هو ما قدمش أي جديد. هي سلسلة متتابعة. شفنا عمليات قمع، حتى يعني حتى لو أنا مختلف مع الإخوان، إنما أنا ما بأيدش أي نوع من أنواع القمع، سواء إخوان إلا إذا كان في حالات طبعا الجماعات المسلحة في سيناء. طبعا ده يعني بيدي مبرر للقوات المسلحة إن هي تطهر سيناء. لكن برضو وين هذا الصوت؟ تفضل. الفيصل دايما في اي حكومه، سواء حكومه اخوان او حكومه السيسي او الشعار اللي اترفع في ايام الثوره، العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه، وده ما اتحققش لا قبل الثورة ولا بعد الثورة، ومازال في حالة صراع وشد وجذب، والصراع ما بين ناس بيدعوا الوطنية وناس بتعتقد ان الانتصار هو انتصار للدين، والطرفين في عنف وعنف مضاد، وده يعني مش في مصلحة الوطن. يعني أنا رأيي إن حكومة السيسي تمهد لعملية مصالحة من نوع ما لإنقاذ الوطن من سفك الدماء المتكرر اللي بيحصل من الجانبين. وما ننساش إن اللي بيحصل في سيناء والتداعيات اللي حصلت بعد كده كانت نتيجة لعمليات فض الاعتصام بشكل يعني استخدام مفرط للقوة، وما زلنا بنعاني لغاية دلوقتي. يعني الناس أيام الثورة كانت بتقول موضوع هيكلة داخلية، لازم يبقى في احترافية، يعني لما يجي يفض مظاهرة يبقى بشكل تدريجي. لكن طبعا شفنا في الفترة الأخيرة في فبراير، بس يعني في فترة قليلة شفنا شيماء الصبار اتقتلت ومفيش حد بيتقدم للمحاكمة. في ضابط تاني قتل واحد في مستشفى، كان واحد يعني مصاب، وبالرغم من انه هو من جماعات ارهابيه، لكن ده ما بيديش مبرر برضو اللي انا اطلق عليه النار، لانه زي ما تصريحات وزاره الداخليه بتقول ان هو كان ارهابي وان هو استفز الضابط، فالضابط اطلق عليه النار. وحالات تانية كتير قوي فرديه بتشير الى اي مدى الدماء
الداخلية رجعت لسابع عادها من البنش. فأنا شايف إن الحل الوحيد هو يبقى في نوع من أنواع المصالحة، وعلى الجانب الآخر من الإخوان لازم يراجعوا الفكر بتاعهم، لازم ينسوا فكرة رجوع مرسي لأنه هو فشل، ولازم يعترفوا بأن هم فشلوا، ولازم يعني في البداية يعني أنا كنت عملت كذا انترفيو وكانوا دايما بيقولوا في بداية الثورة إحنا مشاركة وليس مغالبة، وطلع بعد كده مش بس يعني سيطروا على البرلمان والدستور ورشحوا كمان، يعني كانوا هم في الأول بيقولوا مش هنرشح حد للرئاسة ورشحوا، فلما يرجعوا هيرجعوا لو يقدروا يرجعوا بالشروط إن هم فصيل لا يمثل أغلبية ويبقى مصلحتهم مصلحة وطنية وليست أيديولوجية، ليست مبنية على أيديولوجيا، أعتقد ممكن يبقى في نوع من أنواع الكلام وتمهيد للطريق. شكرا جزيلا أستاذ محمد يوسف.